ما نصيحتكم لمن يخوضون في مسائل التكفير والتبديع والهجر بغير علم ويقدحون في من يخالفهم؟ هذا ضلال، كون الإنسان يدخل في أمور لا يعرفها ولا يحسنها من أمور العقيدة وأمور الدين، هذا ضلال، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بعلم ومعرفة، وفي موضع الحاجة أيضا يكف لسانه عن الأذى وعن البذاءة وعن التكفير والتبديع والتفسيق، يكف لسانه عن هذا لئلا يصف مؤمنا بهذه الأوصاف فيرجع الإثم عليه هو، يرجع من قال لأخيه يا كافر يا عدو الله، فإن كان المقولة فيه كذلك وإلا رجع عليه إثمها ورجعت عليه كلماته الخبيثة، خطر شديد. نعم.